كل بنات سلام، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء اماكم تمام؟ هنا غنصايبوا معكم واحد الحلوه اللي هي ماما كانت كدير من هكا، الارشيف. حلوه زمان، حلويات ماشي زمان، حلوه من حلويات الارشيف. زمان. حنا دابا كنشوفوا بحلويات زمان، كلشي رجع عند العمل، حلويات زمان. غادي نبداو معكم بالمقادير. شنو سميت بعد الحلوه ماما؟ لي غوش نوار. هاد لي غوش نوار حيت كتكون فيها كلشي. عرفتي وعلا عرفتي شنو علاش لي غوش نوار؟ حيت هي كتهزيها بحال هكا عشوائيه عشوائيه، وتحطيها وهي كتجي عندها رويسات، عندها قنيتات، عندها وحيت فيها. هانتوما كيف ما شفتوا مكسرات كلشي، كركاع، تمر، اي نوع مكسرات عندك ديريه، ماشي بالضروره تلتزمي بهادشي اللي درنا. حنا درنا البرقوق، المشماش، الكركاع، الجلال، الشريحه، التمر، الا اللوز اللي ما درناهش. الجنزبيل طبعا محمص شويه. هنا عندنا ثلاثه البيضات ورشه ديال الملح كما كتشوفوا، غنضربوهم هكذا بالبطيخ. وهذا البنات هنا كما شفتوا خلطنا داك البيض، لان هاد الحلوه ما غنديروش فيها السكر، ممكن حتى معلقه والو. حنا ضحنا واحد كاس ديال نص كاس ديال الزيت. بالنسبه للسكر غندير غير قياس معلقه هكذا. هانتوما كيف ما شفتوا، ما عرفتش جاب لي الله خاصني ديك المعلقه، حيت هاد الخميره السكر كيعاون في الخميره، كيعاون في اللون دي تحمر الحلوه. اي حاجه تبغيو ما عرفت ديروا غير معلقه، واخا تكونوا ما غديروش. هنا عندنا نص كاس ديال الماء زهر، على حسب اللي كيبغي الحلاوه. يقدر يدير واحد نص كاس، حيت هذا الشيء كيكون زعما حلو، ولكن حنا ما ماشي نضمنوه ديما كيكون حلو، يقدر مشمش بعض المرات كيكون حامض. هنا غنضيفو نص كاس ديال الماء الزهر البنات. المرحله هذه غنكملو بيدينا، حيت غنضيفو هادشي المكسرات باش ما نخسروش اللون، لان راكم عارفين البرقوق كيطلق اللون وبزاف الحاجات. هنا بالنسبه للدقيقه البنات، انا راه غربلتو وقلت باش نعطي لكم بالمضبوط، درت 200 غرام هي الاولى غتبدا بها ماما، مع واحد المعلقه صغيره ديال الخميره. ما كنديروش هنا بزاف الخميره، حيت خاصها هي راكم شفتوها ما فيهاش حاجه، فيها غير مكسرات والدقيق غير باش يشد لينا دوك المكسرات. هنا غنزيد واحد شويه حيت انا ما تهزتش ليا بلاتي، ياك هكا يلا صافي. قياس نقولوا 5 غرام ديال الخميره ديال الحلو. صافي غادي نضيفوه دابا تما، غتبدا ماما كتدير تحرك فوالا. هنايا غادي تجمعيها هكا من اليد، ودائما هادو هما الاخرين غير باش ندخلو غير هكا شويه، لان باش ما يطلقش انا داك. المهم انتما غتشوفوا معايا، هي كتجي علاش هي سميتها لي غوش نوار؟ حيت كتهي داك الشيء اللي فيها كيطلق لك العجينه، كترجع بحال لون الشوكولات. كتولي كلها كتولي كلها معاها. هنا ولات نحلق هذيك الاخرى، الطحين غنضيفو حيت هي غير شويه الطحين باش يجمع لنا هادشي. هانتوما هنا كيف كتشوفوا راه دايرين كلشي تقريبا زلافه عامر، راه فايته كاس عند زلافه كبار باش تجيكم البنات شويه متشبعه بهذاك الفعل اللي خصك. انت كتدير حيت ما خصهاش تكون شاربه الطحين بزاف، غير شويه داك الشيء شاتتكم بالعبار. هي كتجي كما قلت لكم هي اللي في خويسك، غير هي داك الدقيق اللي كيجمع داك الشيء. قلت لكم ديروا اللي عندكم، قطعوه طريفات، تمر، شريحه، لوز ولا كركاع اللي بغيتو. حنا ما درناش اللوز، ما عرفتش ولي كان خاص قاص. لا كاين زعما بغيتش، لا زعما قلت لك ولي كان خاص درنا فيها كلشي. ها انتما شفتو نزيدك، وقيلا غنزيدو شويه حيت باقا مرخوف باش الجهد اللي تهزيها تحطها. حنا دابا درنا 100 غرام، درنا 200 وغنزيدو 100، هي 300. عينك ميزان لعقاش دابا هي اشنو باش ملي تحطيها فيها هكا كتهزيها وكتحطيها في سميتو ديك الرخوه ديالها هي اللي كت دابا غتزيد واحد شويه لانها انت هي وقفات شتي. هانيك شي واحد شويه باش ما تجيش ثاني مدقصه، ما تجيش مدقصه وما تجيش عاوتاني تفرتت ليكم تهرس في اللاطه. انت شتي بارك على هاد شويه وغنبداو نشكلوها تشكليها. يعني نقولوا التشكيله ديالها كتهزي بحال هكا عشوائي هكا هكا شتيها، وهي كتاخد الشكل اللي بغات. يلا اريد دونك خاصها هذا هو القوام ديالها البنات. ها شتيها؟ ها باش ملي تحطيها يلا كيما تسيحش هكا بزاف زعما هكا مزيانه. شفتوا معايا خدينا اللاطه درنا فيها هذا بابي كويسون باش اونسا جامي تلصق ولا شي حاجه. لاطات واخا جديده دغيا كيوليو. وهنا كنجيو
بهذا الشكل هذا اللي غتشوفوا معايا ها نتوما بشكل عشوائي، كنهزو وكنحطو بعدو بين كل وحده وحده. هلا كيف كتشوفوا ها باش يبان لكم مزيان نتوما شفتوا كتجي بحال داك الحلوه وقلا ديال داك الخليط، غير هي هذيك كتكون مكوره كتكون غير. بالنسبه للدقيقه البنات عطيتكم 400 غرام في الاول و100 غرام اللي درنا في الثاني، راه بحال خدينا منها غير جوج معالق. زيدي في هذه شويه ديما عينك ميزانك آه. كتطحين على حسب انت وفاش اش من طحين تحتي. ها هي وانت كتخدمي فيها كتحسي فيها كتبدا تشرح. حيت انا بانت لي بقات خفيفه قلت لماما يما هذا، قالت لي لا راه هي ما تجي حتى فين توجدي لاطاطا غتبدا. ها انتما شفتوا كتحطها وما كتسيح ما والو. كيف ديك 200 غرام نقولوا 230 هكا كتاخذ معكم بين 220 230 دائما عندكم ميزانكم. من القوام ديالها راه خاصو يكون بحال هكذا بحال الخليط ديال الكيك ولا عقد عليه شويه حيت داك الخليط غادي مال ليا التليفون غير باش يشد داك لي فروي سيك. غنكملوا بنفس الطريقه بلات حتى كيعمر ليا التليفون غنكملوا بنفس الطريقه وغنديوها طيب فران الزنقه. باش طيبوها في الدار غديروا الفران يطيب يطيب يسخن على 180 درجه حتى 200 درجه وتدخلوه غير حيت غير دقيق ينشف شويه هو داك البيض وصافي باش ما تحرقش لك. المهم بلات حيت كان كيتقطع لي التليفون لان بدا كيعمر كتبدا تنشف. ها نتوما شفتوا هي ما ساحتش من بلاصه ما حتى شي حاجه. ها شوفوا دابا الشكل ديالها كيفاش كيجي صافي. غنديو الفران ديال الزنقه ونرجع. قلت لكم بالنسبه اللي طيبه في الدار غديروا الفران يسخن على 180 200 درجه وتراقبوها لان غير نشوف شويه وتخرجوها حيت التليفون عمر كان خاصني نخوي بالزربه باش نكمل لكم فيديو. دونك نتلاقاو باش تجي من الفران نوريكم الشكل ديالها. البنات راه كديروا فيها حتى الزبيب الصراحه نسيناه غسلته وحطيته هنايا زعما باش يتسقط ونسيناه نسيتو. كديروا فيها حتى الزبيب كديروا واحد الكميشه حتى هو كتغسلها وتخليوها تسقط عاد كديروا نسيناه ماشي مشكل. البنات راه خلاها لها ما رماهاش ديك الساعه راه ما كتخرج بزاف هاد الكميه اللي درنا نسينا الزبيب. المهم صافي هنا غنرشوا عليها شويه السكر لان جات شويه ناقصه السكر. دابا الزبيب اللي غيعطيها الحلاوه تا هو نسينا. هي راه كتجي بحال الكيك هاد الحلوه ملي طابت دابا عاد فهمت ولكن تندوقها. لا لا ماما كتجي حتى هنا كي كانت كتجي واعره. لا السكر البنات وغادي نخليها حتى تبرد حيت راه باقا سخونه عاد غنديرها في البواطه باش ما ترجعش ليها. غنصايب معكم دابا واحد الحلوه اولا غريبه ديال الكوكو سميد. غندير لها ثلاثه البيضات عندنا هنايا واحد رشه ملح كاس ديال السكر سنيده مع كاس ديال الزيت وغنحتاج لها هذا اما الا عندكم البنات ديك النكهه ديال لاغوم ديال الحامض اولا ديال الليمون ديروها. ما عندكمش ديروا حامض محكوك انا عندي واقيلا غنقلب على عندي ديروا الحامض محكوك ولا قشره ديال الليمون. انا غندير القشره ها هي غسلتها ودير لي الحامض والليمون باش تجي النكهه قويه. وغنحتاجوا واحد جوج معالق كبار ديال الكونفيتور هكذا كيكون شويه سائل باش كتجينا مع الكوكو زوينه. انا اليوم غنصايب الطريقه تاع راسي قلت لكم عطيتكم الطريقه ديال ماما غنحطها لكم حتى هي اللي بغيتو. هي نفسها غير انا حيت كنبغيها بزاف بالسكر وزيده فيها هذا ديال الكونفيتور. ماما كدير فيها الكونفيتور كنديرو غير كديري اه. المهم راه تقريبا نفس الطريقه انا غنخليها شويه بالسكر الحامض الليمون اه وغندير فيها لاغوم ديال الليمون عندي انا نقبضو. البنات هنايا انا غادي ندير شويه ديال الفاني الزهر ممكن تستغناو عليها حيت ديجا حنا مستعملين نكهه الحامض والليمون. الا درتو الليمون والحامض بهذه الطريقه هذه كثير راه ما تحتاجوش البنات ديروا كاع هذيك لاغوم. هذيك لاغوم راه باش كتزيد تعطي اللون وتعطي النكهه كتكون قويه. راه عندي ولكن ما غنديرهاش حيت حنا درنا هنايا عندي هذيك كثير غندير هادو صافي. هنا البنات غادي نجي نبدا مباشره كنخدم فيها غير بيدي. بالنسبه للكوك البنات غتشوفوني دايره في زيبلوك حيت عبرت حيت كان عندنا قياس نص كيلو وانا غنحتاج غير 250 في 250 بالنسبه للكيسان ديال الكيسان ديال العنبه اللي بغيتو تاخذوا بهم العبار. السميده غتاخذوا جوج كؤوس والكوك ربعات الكؤوس. هنا غنحاول انني نبدا نخلط في هذا الشيء هكذا بيدي. لا ماشي عندك ماما دير حبيبتي ما تجيوش
صغار منه قال لي ما بقاش كنجي. هذه حيت كتجي ساهله هادو قليل وما غارقاش بزاف. المهم بنات هنا البيض كنحاولوا غير باش نذوبوا السكر مع الزيت والبيض. حاجه اخرى مهمه ماما كدير قلتي لي انت سميده ياك كندير انا كيلو الارض السميده في ربعه الكوك العكس كيلو الارض الكوك في ربعه السميده. السميده اذا كانت كتشرب راه تقدري ديريهاش بزاف كانت عينك مزيان كانت ما كتشربش غتفوتي الرابعه. دونك انا عطيتكم اليوم مقادير مضبوطين ولكن حاجه وحده البيض خصو يكون دوك ثلاثه البيضات يكونوا كبار. الا كانوا صغار غديروا اربعه البيضات. عندكم 250 غرام سميده في 250 غرام ديال الكوك. بالنسبه للناس اللي غياخذوا العبار بالكيسان خديجو كاس ديال السكر كاس ديال الزيت جوج كؤوس سميده هذه سميده رقيقه ياك مع اربعه الكؤوس ديال الدقيق ورشه ملح رشه ديال الفانيلا. هنا رشتوني ضفت السميده غنضيف الكوك تاهو مباشره. فهاد المرحله ما غنعجنها ما ولا غنبداو غير نلموها هكا غير بايدينا وغنضيف واحد القياس ديال 14 غرام البنات ديال الخميره. انا راه حيت عندي هادي كناخذها عيني مزياني نتوما خذوا جوج طاشيات كل واحده فيها 7 غرام ما يعادل 14 غرام. الفران كتشعلوه تسخنوه مزيان من الفوق ما كتشعلوش عليه من تحت. اوكي البنات كتشعلوه غير من الفوق حتى كيسخن مزيان على 200 درجه. اون فوا غنحطوا فيه هذه الغريبه غننزل الحراره حتى ل 180 كيف ما طيبت هذيك البراوني ديك المره غنطيبوها بهذه الطريقه حتى تبان لي بدات كتحمر وكتشقق مش تحمر غير بدات كتشقق وغنهبطها للفران لتحت من تحت مني تقرب الطيب غتشعلو عليها. هنا شفتوها صافي صافي ها هي الدعكات شفتو هاد المقادير اللي عطيتكم مضبوطين كيجي كتجمع ليكم محتاجوش تجيبو حاجه اخرى محتاجوش ديروا عطيو ديك الخميره كنعيان غربلها ماشي مشكل ما ناسيه والو هو هذاك كلشي صعيب قبل نسينا الزبيب نتاكد صعيب صافي. دابا غتاخذوا سكر بودره اللي كيكون هذا سوبر ما كانش عندكم سكر تقولوش هي تقطع ليا وانا كنصور والتليفون عمر هزكم الملك كانت هكاك بنات. هنا دابا غنبدا نوريكم كيفاش تاخذوا بحال ها انتما شفتوا بعدكم نتوما كديروا راه هي كتبدا تشرب انا العبار اللي عطيتكم هذا مضغوط. دابا غنجي غنبدا ناخذ الكوريه بهذا الشكل بغيتو تعبروا ديروا 30 غرام في كل وحده ديرو انا عيني ميزاني نشوف واش غتعطيني 30 ديال 27 يا حيت كيقول لك ديك التشقق في الغريبه ولا هذا خاص الحبه تكون ديال الحلوه كبيره الا كل ما كانت صغيره قال لك ما كتجيش ما كتشققش. هنا كيف ما شفتوا انا عيني ميزاني غندير الكريات بهذا الحجم ونلوحهم في داك السكر نضرب ثلاثه ولا اربعه عاد نجي نكملهم نوريكم كيفاش غديروا ليهم باش يجينا داك الشكل ديالهم بحال ديال الباتيسري شاد فيهم السكر مزيان. انا كتعجبني حلوه السميده للكوك اللي كيكون فيها هي هذه فيها 30 مزيانه فيها السكر بهذيك الطريقه. هذه ما كنقرصوهاش بحال بحال البراوني غنخليوها تدخل الفران هي راسها غتاخد الشكل ديالها ملي تشقق راه غتولي مقاده. شفتوا البيض انا حيت عندي هو جا نيشان هما 30 دابا كتعطيني هنا شفتوهم وبس حركت الميزان وليت تمشي. المهم حيت التليفون البنات كيعمر غنحاول نصيب معكم هاد الربعه نوريكم كيفاش غديروا ليهم ونكمل عي ميزاني انا الكواري صراحه ما بقاش نعبر سريش ان راه 7 على 4 دابا كنصيبها مع قرب الفطور. فوالا دابا نوريكم ونرجع نكمل باش القطع ما نطولش عليا الفيديو وباش انا ما يعمرش ليا التليفون. هنا كنجيو كنلبسوها هذا السكر مزيان مزيان البنات اوكي كنكونوا ديرنا واحد 3 4 هكا كندير كنجي ندير لها هكا بيدي ونعاود عاوتاني باش يتلبس ليها السكر مزيان اوكي هكذا باش نضمن ان لبسات كلها السكر بالطريقه هذه كتجي كلها ملبسه بالسكر والسكر خاصو يكون ضروري نوعيه جيده ممتازه. صافي نرجع لديك الاولى اللي صيبت باش نعاود نهز معها سكر اخر ونحط هكذا مفارقين بين كل وحده وحده مسافه اوكي هكذا. شفتو هاد السكر راه نوعية جيدة تنوريكم البكية ديالتو ولا ساليت وغنسمر بنفس الطريقة البنات ندير عاوتاني ربعة الكريات اللحم تما ونخليها ونرجع
عاد نكمل عاوتاني وندخلها الفران. راه شرحت لكم الطريقه كيفاش طيبوا، ما كنظن واضحه. غنقطع دابا الفيديو البنات ونكمل، راكم خاصني نزرب باش ما تنشفش ليا في يدي، وفي نفس الوقت ما غاديش نضغط عليها في الاخر ملي غنبغي ندخلها الفران. غنوريكم شنو نديروا لها، غنخليوها هكاك ولكن انا نوريكم شنو غنديروا لها. كنكمل الثانيه الاولى، غنجي غناخد هكا هاد الصبيع هذا غير هكا طريته في الوسط بهذا الشكل، ما كنوركوش بزاف غير شويه البنات بهذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. بهذا الشكل وغندخل لاطا الفران حتى طيب، نتلاقاو باش نوريكم الشكل ديالها ونكمل الكميه الاخرى اللي باقا عندي هنايا. شفتوا ندخلها الفران ونتلاقاو ملي تخرج. المهم بلاصه انا ساليت الثانيه الاخرى، عرفتوا انا كنصيف هادي وكنشم الريحه، الفران ما جهدنا فيه ولا ما تطفليش، زعما راه هبط الحراره حتى ل 160. المهم انا هبطت هذا لتحت غندخل هذه حتى هي الفوق البنات. راه دابا بلا جام هبطت هنايا كما كتشوفوا، عرفتوا كانت غتشوط الريحه، انا كنصوب هذه لكن دابا قبيله طلعتها على بلاصه في الفوق، دابا غنحاول نخليها غير هكا. هذيك بركه عليها غير واحد شويه زيت نشف باش ما تقصحش ليا، هي راه ما كتاخذش بزاف الوقت في الطياب. بنات ها هي خرجتها، ما بغيتهاش تقصح ليا، ما بغيتهاش تولي ناشفه. راكم عارفين السميده الكوك ما كتحتاجش تشوفوا شويه، وعرفتي علاه وانت البنات كانت تشوط زعما حفظها الله. ولكن انا الغلط اللي درت طلعتها في اقصى بلاصه، نتوما ديروها ماشي الفوق الفوق، نقصوا واحد الدرجه راه كيكون واحد اللعيبات في الجناب، هبطوها يعني شويه هاك لتحت. وحنا حيت الفران كيف ما قلت لكم رجلناه شويه ولا بجهاله، واخا نقصت الحراره نزلت حتى قريبه 150 160 150، نتوما ديروها في 200 درجه يسخن ونزلوها على 180. كان الفران ديالكم نتوما مجهد نزلوها على 150 160. المهم بنات لاطا الثانيه ها هي هادي حيت شربات، عرفتو كنطيح ليا دابا على واحد اللعيبات عندنا هنا كنديرو فيهم، قلت لها انا حلمتي عرفتي انا عاشقه هاد الحلوات ديال السميده هكا. واخا جابت واحد الوحده قبيله ماما عطات على صاحبتها جابتها صيفطتها لينا، ولكن كتعجبني هادي اللي شكلها هكا ديالها كيبقى عرفتي. شوفوا الاولى كانت تحرق، وشوفوا الثانيه حيت نقصت عليها الفران، شوفوا الفران عندي كيلعب كيعصب، ولكن مورا هذا رمضان سالا غنقلبو على شي فران لي فران نيت هانتي السكر اشرب. هادي فين مسكينة تفرشات ولكن جات تندوقوها كذلك وغادي نحكمو. التيليفون كيعمر عندي كيطفى كلشي كيجي في خطرة، هذا ما عجبنيش هنا خصني نديرو في هذا، نمشي تخشى ليا ولا متخشاش نجرب تخشى ليا هنا نجيبها كويس عادي تسناو. المهم جيت مع الزواكة قد قد يا البنات، حادقة أنا طيبتها في البلاصة، شتي المنظر علاش تعلم الزينة مالا. إيوا حيت هداك الفران، الفران دابا حيت حنا ولا كيلعب عندنا، هي الطيب ديال الفران هانتوما درتو في هدا، غنحط كل واحد نحط ليه حدا، هدا جابو بابا دابا، ولكن غيعجبوك أو تاكلو مع جبن أو سلاط حيت هي بغات السلاط كتلك. ايوا صافي يلا نمشي باش نوجد نكمل توجد الفطور، ما دايرش اليوم روتيني فطور غير حلوه ودخلت مع هادشي حيت عندنا غير غنسخنوا بزاف طلبقات، قلنا بلا ما نديروا اليوم بوز وهكا سلطه مع جبن وداكشي راكم عارفين هكا هاني قلب ما عندك فايت وصافي. ها هي دير كاسه البيض الحامض بلاتي هانتي تشوف اه يا اختي تصور حلو اللي درنا دابا، هادي سالتها لنا صاحبة ماما اللي دارت ماما.
لا صورنا هي قالت لكم انت ملي ما صدقتش ليها خلاها لها في الفران خاصها تضربها في البلاصه. صافي البنات كيف ما كتشوف معايا كانت هي ديال الحليوه اللي صوبت انا وماما اليوم، هذه ديال السميده والكوك، شفتوا كيفاش كتجي مشقه وزوينه وغزاله. عرفتوا البنات البنات غير في الفران، راه الفران هو اهم حاجه في هذه الحلاوه اللي كيكون بحال هكا خصهم يتشقوا. قالت لي اختي الحلاوه كيبغيو الفران الزنقه، قلت لها لا راه بالعكس راه غندير فرقه الزنقه غتجي بحال اللي كدير ماما، كتجي كل الاخر كتولي حلوه عاديه ما كيجوش فيها التشققات، لان الفران ديال الدار كيبغي تشعلي ليه من الفوق وتخليه من تحت. نتوما شوفوا كيفاش كتجي معلكه وشحال رطبها، شتو شتو شحال معلكه ورطبه من الداخل وكلشي شتو. كنتمنى تكون واضحه الفكره والصوره وكلشي باين ليكم. يا سلام يا سلام، هذه البنات ديال ماما جد زوينه بصراحه، واخا المنظر ديالها قلت ماما بصراحه المنظر ديالها ما زوينش، انا ما فاش دقتها عجبتني. نشوفوا الداخل فاش كتعضوا بلاتي الزوم حيها في هذه الحلوه هذه فاش كتعضوا كتاكلوا شوفوا الداخل. كنحاول بلاتي باش ما يبانش لكم الكاميرا كتبقى تلعب كيبان داك الشيء شي حاجه فلو شفتوا. ومازال نسينا الزبيب ورطبه رطبه رطبه بزاف بصراحة بنينة، واخا نسينا الزبيب والحلاوة ديرو البنات الحلاوة غتجيكم شوية ناقصة السكر. فوالا كانت هادو هما الحلوات لي صيبتنا اليوم، براونيز ديال داك النهار، بريوات لي صوبت زينت بهم البسطيلة حيت درتهم صغيورين خرجوا لي واحد الكمية ندو بها العيد تاهي. فوالا قلت لكم كل ما نتوما كتاكلوا كطيحوها نتوما كيما يا ربي كاميرا كطيحوا في شكل هكا ديال القرقاع ديال التمر ديال دوك لي فخويسك اللي درنا هذا وزوين في هاد الحلوه انها في حلوه المفاجات كنسميها. حيت في الاول في الشكل ديال المنظر كيفاجئك كتقولي ما زويناش، ملي كتبداي تاكلي فيها كتبداي طيحي في هاد اللعيبات وكتجي زوينه بينا. وهذه خطيره وتاش حاجه الشيشه. وصافي البنات التليفون بدا كيعمر ليا عاوتاني، عرفت وليت شنو كندير كيعطيني تليفون عامر كنمسح كنعاود نرجع كنلقى عامر. صافي البنات كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، هادو هما الحليوه اللي صوبنا معكم اليوم، نشوفو فيديو اخر نتلاقاو فيديو جاي روتين جديد. عواشركم مبروكه عيد مبارك سعيد بالصحه والسلامه وكل ما تمنيتوا ان شاء الله. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه ونشوفكم من هذا الوباء اللي ما بغاش يسالي. خليكم على خير، تهلاو باي باي.